بالنسبة لكيليان مبابي، هل تتوقع رحيله عن باريس سان جيرمان مع نهاية هذا الموسم، أم سيستمر في تجربته مع باريس؟ هل أنت مع أصلا بقائه ولا مع رحيله؟ إنه سؤال كبير، فكما تعلمون أنه هو مسار للجدل الآن في فرنسا. أعتقد بالنسبة له لكيليان مبابي ولمسيرته، أعتقد أن الأفضل له أن يذهب إلى أن يلعب إلى ريال مدريد. أتفق معكم أن باريس سان جيرمان هو من أكبر الفرق في أوروبا، لكن مدريد هو أعلى منه وهو في القمة، لأنه فريق اعتاد على الفوز، اعتاد على فوز البطولات الكبرى، بطولات الأوروبية. أعتقد أن كيليان مبابي بعد هذه السنوات التي قاداها في باريس سان جيرمان، أعتقد أنه من الأفضل أن ينتقل. أنا مع انتقاله إلى ريال مدريد.